ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا اقول لكم عن بيرفيومز محاكاه متصنعه ببيور اويل من البراند الاسباني برودي. هم عملوا خط انتاج جديد اودو بارفان، ودي بيرفيومز مركزه بتطابق عالي، والبيرفيوم مركزه اكتر من البيرفيوم الاصلي ليها. انا بوصف لكم يعني البيرفيومز دي بالظبط، فبالتالي الثبات عالي والانتشار عالي للناس اللي يهمها درجه الثبات والانتشار. هم بدأوا بالسيكس بيرفيومز، هقول لكم عنهم بعد ما افرجكم على العلبة والبيرفيوم. دي العلبة وبتتفتح بماجنت، وده شكل الإزازة، هي شيك. السيكس بيرفيومز اللي بدأوا بيها بيرفيومز عملت ضجة عالميا، بيرفيومز اتراكتف ومألوفة لناس كتير. واللي بتشتري بيرفيوم محاكاة بتبقى عارفة طبعا ريحة البيرفيوم الأوريجينال ليها. فاللي مش عارف روايح البيرفيومز اللي أنا هقول على أساميها، أنا هسيب اسم البيرفيوم بالوصف بتاعها وصف سريع في آخر الفيديو عشان أسهل على ناس كتير، يعني لو ما شموش يعني البرفيوم الأوريجينال ليها. أنا بكلمكم عن خط الإنتاج ده لأن سعر البرفيومز الأوريجينال عالي جدا بالنسبة لأي حد بيشتري بالمصري دلوقتي. فده برفيوم نقي، بيور برفيوم، يعني السائل اللي جوه البرفيوم صناعته نظيفة. وأنا لما أتكلم عن أي براند محاكاة بتبقى تركيبته نظيفة، برفيوم يستحق إنك تشتريه كبديل للبرفيوم الأصلي ليها. بس كده، وده كل اللي اقدر اقوله عن الخط ده من البراند، وبراند يستحق لان فعلا هم مصنعينه من البيور اويل اللي معمول دايركت للبرفيومز الاوريجينال. السيكس برفيومز في سي باسيون جورجو ارماني، سي انتنس جورجو أرماني، بلاك أوركيد توم فورد، كوكو مادموازيل شانيل، سكاندال جان بول غوتيه، تريزور ميدنايت لانكوم.